كده ليه؟ طب جلاسكو هو مسكين السكور هنا، فانت تكتب بقى هنا، اكتب لي هنا على العنوان ده اهو السكور كام؟ ده السؤال اللي احنا بنساله دايما. لا اهو خدي بقى على الجلاسكو كوما سكيل. الجلاسكو كوما سكيل السكور بتاع العيان من 3 ل 15. يعني ايه يا دكتور؟ يعني كل ما السكور بتاعي 3 يعني انا تقريبا كده اعتبرني ميت. 4 منيم، 5 زفت، 6 طين، 7 هباب، 8 يعني نقول مش وحش، 9 طب الحمد لله، 10 اللهم صل على النبي، 11 يا ولد، 12 ايه ده ازاي، 13 رائع، 14 ممتاز، 15 اللي هو احنا. فهمت انت دكتور؟ حسيت بالموضوع؟ فيجي الراجل بقى يقول لك ايه؟ الو ايوه يا دكتور الرعايه. ايوه يا فندم انا الدكتور بدوي عدوي، في عندكم مريض اسمه زين سيف اسحاق قداس؟ ايوه يا فندم. المريض ده في كوما؟ ايوه يا فندم. السكور كام؟ 8. بص عليك كنت واقف في التليفون مش لسه هقول له بقى ايه؟ الحاله ايه؟ السكور كام؟ هعرف شكله عامل ازاي؟ طبعا السكور ده بقى يتحدد، ده 8 تيجي بعد يومين، هل السكور كام النهارده؟ 9. الراجل بيحس لا بقى 6 جت كنيله، وتفضل بقى تسال على السكور بتاعه. طب هما بيحددوا السكور ازاي؟ بيحددوا السكور ازاي؟ عندنا اي اوبننج، واكتب جنبها جنب كلمه اي اوبننج اكتب اربع بصات. بصات يعني بيبص يعني. انا بس بقولها كده عشان تحفظوها، لان الجلاس كوما سكين تسال عنه الموتور ريسبونس اكتب عليها 6 حركات، اما الفيربال ريسبونس اكتب عليه 5 كلمات. تعالى بقى نقسس بالمنظر ده. المريض بتاع الكوما انت بتبص في عينيه، فاول حاجه مكتوب عندك ايه؟ بص اهو نو ريسبونس خالص، يعني ما بيفتحش عينيه لاي سبب، ده هديله 1. بيفتح عينيه؟ لا. بتندى عليه؟ ما يفتحش. تدوس عليه تعمله قلم؟ ما بيفتحش، 1. يبقى ده بالنسبه للاي. طيب لو جه فتح عينيه للبين هديله 2، يعني راجع عمال اقول له ايه؟ يا عم سايق، يا عم سايق، ما بيفتحش عينيه. اروح انا دايس عليه جامد كده بايدي كده، تلاقيه يروح مفتح 2. ده السكور بتاعه. تيجي تبص على لو فتح عينيه فيربل، يعني بتنده عليه فيربل، اديله كام؟ 3. بيفتح عينيه 1، 4. عشان كده حتى الناس في الافلام يقول لك الحمد لله ده فتح عينيه، فتح عينيه لوحده، ايه ده طلع الرجال ده، لان هو مجرد فتح عينيه كده لوحده وتحس هو بيبص كده، انت كده خدت 4. يبقى احنا بدانا نطلع اهو، لسه في حاجات ثانيه هنديك عليها نمره. الموتور الانترستيبلات بتدوس على يعني بتدوس على منطقه الكلافيكل دي. حلوه ليه؟ لان في هنا نيرف اندنج، فتقعد تدوس على الحته دي بتوجع، وساعات تدوس على الاسترنم، بس ما تدوس قوي وتخلي الراجل يعني في ناس بتفوق من الكوما من كتر الدوس، يروح شاد من الدكتور وراجع كوما تدوس تاني، حاسب يا حيوان يروح راجع نايم، لان الدكتور ايده تقيله. ده في ناس من كتر البين في الاستيمولان العينين عارف عملوا لهم ايه؟ هيماتوما. تور بيعمل بين في الاستيمولان، فتلاقي الواد بيجاله هيماتوما كده في الحته، والله ما بهزرش. طب نيجي بقى موتو اوبي فيربال كوماند، يعني ايه؟ يعني يقول له ايه؟ ارفع ايدك الشمال، خد رجلك عليه، ايه ده؟ ده بيستجيب. 6، اللهم صل على النبي. 6 كده هو كمان يعني مفتح عينه لوحده بقى كام؟ 4، ده انت 10، ولسه في نمر جايه. يعني عشان كده تلاقي بتوع التخدير في الاي سي يو بيحدد الجلاسكو كوما سكيل فيري رابيد، اللي عنده هو يعني المهاره في الحته دي. طب لو هو بقى ما بيحركش ايده ولا رجله مع الاوامر، هنبتدي نشوف بقى بيحركها ازاي مع القلم. يعني انت مثلا تيجي كده في دراعه تروح قرصه في دراعه جامد، تلاقي اول حركه هنا عمل ايه؟ نو ريسبونس، يبقى هديله 1.
قرصت على الدراع. انت المفروض تقرص على دراع واحد، مش احنا خدنا زمان حاجه اسمها وسترول ريفلكس، يعني اقرصه المفروض يروح عامل حاجه اسمها ايه فليكشن وسترول، صح؟ لا ده انا بقرصه بيعمل لي اكستنشن، ده معناه ان هو هياخد اتنين. لا قرصته عمل فليكشن بس مش فليكشن وسترول، يعني بيعمل فليكشن كده وخلاص، انت مش حاسس ان هو بيشد ايده بعيد عنك. ياخد كام؟ اكستنشن 2. اكستنشن 2 ابنورمال فليكشن 3، فليكشن وسترول 4. لا ده انا لما قرصته كده او لما عملت له قلم هنا كده عند الكلافك اللي دوست عليه لقيته هو نايم كده، راح عامل ازاي؟ بص بيلوكلايز القلم، يعني الراجل كده هياخد كام؟ هياخد كده 5. يبقى انت تقدر انت ببساطه، ها بيفتح عينه؟ لا ده بيفتح عينيه لما ننده عليه. شوف كده لما ننده عليه ياخد كام؟ ما تردوا. ايه يا عم انتوا قرانات ولا ايه؟ ايه ساينتست قاعدين؟ يا ايها الطبيب العبيط انت اصلا؟ اغرصوا في دراعه يا ابني. عمل ايه؟ عمل اكستنشن، اديله كام؟ 5. اديله 2. وهكذا. تيجي بقى هنا فيربال ريسبونس. نو ريسبونس يعني ايه؟ يعني هو ما بيتكلمش خالص. مفيش اي صوت ينبعث من الفم. مفيش صوت. يعني ما بيتكلمش ولا بيهمهم ولا حاجه. طب نمره 2 بص مكتوب ايه؟ انكومبرهنسبل ايه؟ ساوند. يعني ايه؟ يعني عمال يعمل كده. بيهمهم كده، الله ده بيهمهم اهو، يبقى ده ايه؟ هياخد كام؟ 2. ان ابروبريت ووردز، عمال يقول كلام بس الكلام مش واضح. فاهم ازاي؟ بيقول اي كلام. يعني في كلمات خارجه من بقه بس احنا مش فاهمين اللي هو بيقوله. او حاجات ان ابروبريت، يعني كلام مش مناسب، يعني مثلا ممكن يقول لك ايه مثلا؟ يقول لك ايه؟ ممكن يقول زينب. مين زينب دي؟ زينب دي؟ دي مراته يا حبيبتي، انت مش دريانه. ده طلع متجوز عليها يا ابني بكده. شفت الراجل اتفقس ازاي بقى هنا؟ عشان كده دايما يقول لك ايه الناس اللي هم الكونشس ليفل بتاعهم مش كويس المفروض دي في حاجات كونفدنشال. هو قال في الرعايه قدامي ان هو قتل زينب دي، هو اللي قتلها. انا ما اقدرش اتكلم. خلاص هي ماليش دعوه. بيجي كوليجا انت مالكش دعوه خالص. مش تقول على فكره حرف خالص. الراجل ده خد 5 بيقول انه قتل زينب بيه. قرار الحكومه لا يؤخذ عليه اي كلام يا اسطى، خلي بالك. بعد كده اهو هيبقى ايه؟ كونفيرس اورينتد. خلاص كده هو يبقى ياخد ايه بقى؟ يبقى ياخد 5 وهكذا، يعني زي ما تقول هو فانت تروح سائل بقى اخبار عينه ايه؟ اخبار البينفول ستيمولاي ايه؟ الكلام ايه؟ وبالويم تروح حاطط الارقام وجامع. تقول بقى 7 8 9 زي ما نعم. خلاص ما هو حبيبي اهو. فيربال نو ريسبونس. 2 انكومبرهنسبل ايه؟ ساوند يعني بيقول اصوات بس مش يعني بيعمل صوت لكن ما بيتكلمش. 3 ان ابروبريت وورد وديس اورينتد. 4 بيتكلم بس اورينتد. يعني بيتكلم اورينتد معايا. سوري هيبقى 5 وهكذا يعني. فانا اللي انا عايز اقصده انك انت ايه تبقى حافظ الجلاسكو. ليه ساعات يجي يقول لك ايه بقى؟ خلي بالك ساعات بيجي الجلاسكو كوما سكيل في البروبلم وساعات يسالك يجي يقول لك ايه بقى بولاد اللذين يكتب لك بروبلم مثلا ستروك والستروك هي بليجي عاديه بس تيجي السيره على الاي وتيجي السيره على البينفول ستيمولاي وتيجي السيره على الكلام فكيف في وسط البروبلم يروح قايل لك وات از ذا جلاسكو كوما سكيل بتاع المريض ده؟ فانت تروح انت مدور الاي كاتب فيها ايه؟ والكلام كاتب ايه؟ والبينفول ستيمولاي كاتب ايه؟ وعلى فكره بالمناسبه يعني انا ملاحظ ان في القصر العيني بيهتموا جدا بالجلاسكو كوما سكيل، ايه رايك بقى؟ احنا بقى عندنا ممكن ما نهتمش بيها، يقول لك مش مشكله الحاجات دي خلي العيال يعرفوا ما يتخرج، انتوا بقى انا فوجئت عندكم كتير قوي بيسال فيها. ولا انا غلطان؟ لان انا متابع كل الحاجات الحلوه. طب المنوفيه